لملحم بركات بعد صراع مع المرض. لم تقتصر رسالة الموسيقار الراحل على عالم الموسيقى، بل طارت المسرح، وكان أول عمل مسرحي له انتزع فيه دور البطولة في مسرحية الأميرة زمرد. تجربته في التلحين أيضا أخذت بعدا أكبر بعد تعامله مع فنانين كبار مثل وديع الصافي وصباح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. أنا مها أبو الكاس.